مساء الخير أحبائي وأعزائي. أمر مؤسف وأمر محزن. كنيسة حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة ومصرع أكثر من 15 طفل. اندلع صباح اليوم حريق ضخم داخل كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمنطقة إمبابة بشمال الجيزة على مساحة 120 متر داخل 4 طوابق. وأدى الحريق إلى مصرع أكثر من 15 طفل، وعلى الفور توجهت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين، وذلك بقرار من هيئة الإسعاف بعد مرور دقيقتين من استقبال البلاغ. الأمر المؤسف والمحزن لنقل مصابين حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة. الإسعاف تسرع ب30 سيارة. اندلع صباح اليوم حريق ضخم داخل كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمنطقة إمبابة بشمال الجيزة على مساحة 120 متر داخل 4 طوابق أو 4 أدوار، وعلى الفور توجهت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين، وذلك بقرار من هيئة الإسعاف بعد مرور دقيقتين من استقبال البلاغ. وأدى الحريق إلى مصرع وإصابة 63 شخص، واستقبل مستشفى إمبابة العام المصابين. في شيء محزن ومؤلم جدا. وكما أيضا اندلعت هذه الحريق ولن يعرف السبب، والسبب هو سوف يكون ماس كهربي كالعادة لم نعلم. واندلع الحريق داخل هذه الكنيسة بمنطقة إمبابة شمال الجيزة يوم الأحد الذي يجتمع فيه المسيحيين بالكنيسة. وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة، أي يقصد بها الكنيسة. ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وبالتنسيق مع قطاع الشمال، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران. و امتلأ التواجد الأمني المكثف من قبل الشرطة لتيسير مهمة الإطفاء حتى ينقذوا أطفالا كثيرا قد اندلعوا وأصيبوا وماتوا من أجل هذه الحرائق التي اندلعت. أحبائي وأعزائي، الشيء الذي أحزن جميع شعب إمبابة وشهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة حريقا هائلا أسفر عن مصرع وإصابة 51 شخصا بينهم أطفال. وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران واللهب من مبنى تابع للكنيسة. ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبة تنسيقا مع اللواء إيهاب وخلاب مدير قطاع الشرق الشمال. تبين بالفحص نشوب حريق في مبنى خدمي تابع للكنيسة مما أسرع عن إصابة مصرع 51 شخصا على الأقل بينهم أطفال، نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام والعجوز. وانتقلت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر إلى محل الحريق للوقوف على ملابساته، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. ومن بوابة الأهرام هو نشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بالجيزة ورجال الإطفاء يحاولون إخماده. ما هو السبب الرئيسي في هذا الحريق؟ لن تستطيع أن تعرف السبب. وشب حريق صائب صباح اليوم الأحد بكنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بالجيزة، فيما يقوم رجال الإطفاء حاليا بالتعامل مع النيران للسيطرة على الحريق وإخماده. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق من كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بالجيزة، فتم على الفور الدفاع ب4 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، وما زال رجال الحماية المدنية يواصلون جهادهم للسيطرة عليه وإخماده، فيما تم فرض طواق أمني بمحيط المنطقة. أحبائي وأعزائي،
كيف تم السيطرة على هذه الحريق بكنيسة أبو سيفين الجيزة وبعد عمليات التبريد وضمان عدم إشعال النيران، وبذلك أصبحت الكنيسة معرضة للهدم. ولمن هو المتسبب في هذا الحريق؟ هل من الممكن أن تكون هناك شبهة جنائية في حريق هذه الكنيسة؟ وما هو مصير الأطفال الذي تم اغتيالهم من النيران التي اشتعلت في هذه الكنيسة؟ نطلب من الله أن يشفي مرضانا وأن يجعل هؤلاء الأطفال ملائكة ورحمة وشفاعة لنا في يوم الدينونة. شب هذا الحريق صباح اليوم الأحد بكنيسة أبو سمبين بحي إمبابة بالجيزة، فيما يقوم رجال الأطفال حاليا بالتعامل مع النيران للسيطرة على الحريق وإخماده، وكانت غرفة عمليات الإدارة قامت بهذا. ومن أجل كل ذلك ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام رجال الأطفاء لبدء عمليات التبريد لضمان عدم إشعال الحريق أكثر من ذلك وحفاظا على الكنيسة. وتمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب صباح اليوم الأحد بكنيسة أبو سيفين بحي إمبابة الجيزة، ورصدت مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام رجال الأطفاء ببدء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النار مرة أخرى، خاصة مع احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر. وتم اختيار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق وتحديد أسباب وملابساته، فيما يواصل رجال الأسعاف جهودهم لنقل الضحايا ولتلقي العلاج اللازم. وهل هناك أشخاص هم المتسببون في ذلك؟ نعم أكيد هناك أشخاص هم الذين وراء هذا الحريق، ولكن لم نعلم من هم المتسببون حتى الآن في حريق الكنيسة، ولكن نعلم أن الله لن يترك بيته يكون هزيلا، لن يترك بيته أبدا في وسط البناء الذين تسببوا في هذا الحريق، إن كان إهمالا من داخل الكنيسة وإن كان هناك ترصد لحرق الكنيسة وبكاء المسيحيين وحزن المسيحيين على أطفالهم الذين أصيبوا والذين كانوا شهداء من أجل الرب يسوع المسيح. ونطلب من الله أن يتشفع لنا أمام الآب والابن، ونشكر الله أيضا ونطلب من السيدة العذراء أن تتشفع لنا من أجل أن ترحمنا ويرحمنا الله من هذه الأحداث والغلاء والوباء. وشكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى كل الخير لمصر ولكل المسيحيين. معاكم قناة الملكة والأمير، القناة المسيحية التي نعترف بإلهنا يسوع المسيح. سلام الرب يكون معكم. أمين.